بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الظلمات الثلاث في خلق الإنسان. يقول البروفيسور كيث مور، أحد أشهر علماء الأجنة في العالم، ينتقل الجنين من مرحلة تطور إلى مرحلة أخرى داخل ثلاث أغطية التي كانت قد ذكرت في القرآن الكريم، في قوله تبارك وتعالى: في ظلمات ثلاث. هذه الظلمات هي مرادفة للمعاني التالية، وهي جدار البطن، هذا أول شيء. ثاني شيء جدار الرحم. ثالث شيء المشيمة وأغشيتها. قد ثبت علميا أن تطور الجنين يمر في عمليات في بطن الأم عبر الظلمات الثلاث، وهي الظلمة الأولى، وهي ظلمة جدار البطن، والثانية ظلمة جدار الرحم، والثالثة هي ظلمة المشيمة وأغشيتها. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. سورة الزمر آية 6. وهذا الإعجاز في الآية القرآنية الكريمة هو إشارة القرآن الكريم إلى أن عملية تخلق الجنين تتم في بطون الأمهات عبر ظلمات ثلاث، وهذه العملية الخفية لم يكن لأحد علم بها، بما يشهد على إعجاز هذا الكتاب العظيم. قد أثبت العلماء صدق هذه النظرية، والله أعلم.